الآن أنت الآن خلقتي ولا ولدتي؟ أنا خلقت الله سبحانه لا، وتعالى خلقني. لو خلقتي كان ربنا جاب شوية طين ونفخ فيها وعملك مثل ما مذكور في قصة آدم. بينما إحنا مخلوقين أنت من طين. مثلي أنا، أيوه الوالد باس أيوه الوالدة أيوه وصار بيناتهم شوية شغلات، بعد تسعة أيوه أشهر أنا وأنت جينا، عرفتي كيف؟ العملية لا مش أصعب من هيك. حنا خلقنا من طين ورث نرجع للطين. ولا خلق ولا لا لا كيف لا، خلقنا من الطين؟ هذه نظرة بدائية، ما في حدا من خلق من آدم، الطين يا حبيبتي. آدم حواء من خلقه. كله أنت كذب، ما كيف يوجد شخص خلقت؟ اسمه آدم لا لا وحواء. لا لا، أكيد شوف كذا. أنا بسألك سؤال. طب بسألك سؤال، ليش ما تتكلم عن الدين اليهودي والدين المسيحي؟ لأنه ليش؟ أنتم المسلمين طالعين عندي، شو أسوي لكم؟ لا، أبيك تتكلم عن اليهود والمسيح. ما ليش شو ما تتكلم تريدين أقول راح عنهم؟ يجون الحين في موجودين مسيحيين أنا في بقرأ القسط. القرآن، والقرآن ما قصر أيوه فيهم. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. صح؟ احترم القرآن، احترم. القرآن شوف، قال الجسود. أنا لا لا بقرأ لك الحين آية من القرآن، آية مخزية صح؟ شوف بيخلي الواحد يشعر بالخجل. شوف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت فخر على المسلمين كلهم. تعرف قصة طيب اليهودي انا لما اريد كان اسالك، بس لحظة اعطيني اسم عشان اناديكي بيه عزيزتي. شو بيت اسمك؟ الرسول، ها؟ فخر إني أكون بيت الرسول. اعطيني اسم أنا اناديكي بيه يعني. حامي عن الرسول، كيف؟ أنا بنت أحامي الرسول عليه الصلاة لا بس والسلام. اعطيني اسم عشان اسم اناديك بيه عزيزتي، يعني اي اسم؟ فاطمة، اي اسم عز، يعني؟ بس عز بنت أبوها. يا سيدة عز، يعني نقول لها عن إيه الشيء. إيه، ليش أقول اسمي بنت مو أبوها؟ بالضرورة تقولين اسمك الحقيقي، أي اسم أناديكي بيها يعني عشان أعرف أتكلم معاكي. إحنا عندنا بس بدينا نقول بنت أبوها. طيب يا بنت أبوها، معليش، يلا الاسم صار كمان من العونة، يلا لا بأس. الآن أنا أريد أسألك يا بنت هلا أبوها، لحظة، أنت ترضين أن زوجك ايه بنت يضربك؟ أبوها. ايوه ايوه ترضين إذا كنت ناشز زوجك يضربك؟ لا، ما يضربني زوجي، إذا فعل مستحيل. ما في مسلم، لا ما في مسلم يضرب زوجته. مثلا، هذا كلام بس لو كذا واحد يعني. شيعي الآن، واحد شيعي، أنت حضرتك سنية لو شيعية؟ ايوه الحمد لله سنية. طيب الحمد لله. لو واحد شيعي الآن إجا من جماعة من يقلدون الخميني، لو إجا هذا ايوه الشيعي وقال إنه مثلا الإمام يفتي بأن المرأة إذا ما تطيع زوجها تضربها، زوجها يحق لها تضربها، شو رأيك بهذه ضرب الفتوى؟ ضرب لا ضرب المسواك، انت فهمت الكلمة غلط. ترى ما يضربون النساء كذا، ما يضربونها ضرب، مستحيل، هذه خرافات اصلا. لا ضرب أنا المسواك معاك عشان خرافات، اساسا ولكن لو واحد شيعي قال لك إنه المرأة إذا ما أطاعت زوجها تضربها، زوجها يحق لها تضربها، لا، شو رأيك؟ ما في عندنا بالسعودية، ما لو في زوج شيعة يضرب قالوا لك زوجته. هذا الكلام شو تقولين عنه؟ ما في، ها؟ هذه ديانتهم، هم الشيعة، ديانتهم يعني هم الشيعة، شغلة هم غير أدرى مؤدبة بديانتهم. صح؟ هم ديانتهم، هم ولو راح هذول يضربون الأزواج الملحدين زوجاتهم اجوا، لو بدينهم، واحد هم ملحد عارفينه. اجا لك حنا اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وينك يا بنت ابوها؟ لو واحد ملحد اجا لك قال لك والله انت لو ما ايوه اطعتيني، اذا انا زوجك لو ما اطعتيني يجوز لي ضربك في مذهب الالحاد، شو رايك بهاي؟ ملحد مجرم، ها ما في احد يعمل يضرب. اي انت شيء. فاهم تفكيرك غلط. ما في، ايه الملحد مرفوع عنه القلب، كل شيء عنده مسويه. الله يكفينا الشر. بس انا بقول لك كلمه واحده. لحظة الرسول عليه بس، الصلاه والسلام، شو رأيك يا لحظه خلينا نتكلم. أستاذة بنت أبوها، شو رأيك لما القرآن ايش يجي لك ويقول لك إنه ايوه الزوج يجوز له أن يضرب زوجته؟ ما في عندنا الدين الإسلامي، ما أصلا مكرم المرأة، ما يضرب المرأة. اضرب، هذا الذكر اللي يقولك ما يضرب المرأة، تضرب بالمسواك. شو المسواك؟ تعرف وين المسواك؟ المسواك في الآية؟ تعرف المسواك؟ بعرف المسواك بس وين في الآية؟ اضربهم بال، وينه؟ أنا ماني حافظته، بس هي أنت كم أنت قبل 3 أيام أحد قال لك الآية عن السواك، ضرب المرأة، يعني كذب، ما في بيضربون حاجة اسمها ضرب بالمسواك. المسواك يعني. ما يوجد، ما في الآية أحد لم عندنا يذكر بالسعودية. المسواك، والحديث لم أنا يذكر موجودة، أنت المسواك. قلتها، أنت إلا أنت أنت قلتها، ما يوجد، أنت هذا كذب. قلتها قبل 3 أيام. أنا ما أقولها، إلا أنا ما أقولها يا في واحد قالها. عاد الحين أكيد في واحد الزبدة، قال الزبدة أنه الزبدة. خجلان من هذا التراث المخزي أنه يروح يضرب زوجته. شوف، طب الحين اللي عندك بالقسط هذول ليش ما يحترمون؟
ليش اتركك من يعني الكيس، كل انا واحد حرية كلامك بالرأي معايا خليكي يتكلم؟ معايا يا بنت ابوها الله يرضى عليكي. والله لي لو شهرين انا لو لي واحد شهرين واحد اتابعك، الان هم لو نفسهم ما زوجك، تغيروا لو هم. زوجك لحظه ايوه الان القران يقول لك يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ها انت الان هذه الايه واضحه جدا عندك، عرفتي كيف؟ يقول لك اذا ما اللي ما طيع زوجها فيعظها ثم بعد ذلك يهجرها في الفراش وبعدين يضربها، عرفت كيف؟ شو رايك بهاي الايه؟ أصل السنة مكتوب إنه قايلين بالسواك، يعني ما في أحد يضرب زوجته لا كذا، فيه بس خرافات اللي يعني. ما لا يضرب ما في ما زوجته في مخالف للقران. لا 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 ما في أحد يضرب زوجته، بلى كذا فيه فيه تهيئ. آه. لا ما وشو في. رايك، شو رايك يا استاذه بنت ابوها بال 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 بالمراه اذا ما نامت مع زوجها الله يلعنها إيش الملائكه تلعنه. إيش إيش شو رايك ان المراه اذا ما كانت مشتهيه تنام مع زوجها انه الله او الملائكه تجلس تلعنها لحد الصباح؟ ليش هذا الله أمرها؟ يعني هذا مكتوب بالقرآن وبالسنة. يعني انت مع حتى لو هي مو مشتهيه، المرأة تطيع مشتهيه زوجها. لازم تنام مع زوجها؟ لا لا إذا مي... لا لا مو كذا، لا في على بلى حسب هو إيش. كذا. لا لا في أزواج، في زوجات يترعن أزواجهن، في زوجات يرعن أزواجهن، كل واحد هو حر حياته ايه زوجها. بس إيش اذا ليش؟ المرأة مو مشتهيه وقالت انا ما إيه؟ بدي والرجال بده، لا عرفت لا كيف؟ مو مستحيل، لا لا ما يسوي. لا لا الحديث يقول هيك، إيه طيب الحديث هذا مذكور على الحديث حد. يقول وأيما رجل يعني يريد يعني يطلب من زوجته تجي له الفراش وهي تأبى يعني تلعنها الملائكة حتى تصبح. طيب انت ايش رايك؟ أنا بشوف إنه هذه شغلة غير أخلاقية. هذا برايك لأن انت. قولي لي ليش؟ 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 لأنه المرأة المفروض الواحد لما يمارس الجنس مع المرأة المفروض هي تكون بدها هذا الشيء، تكون راغبة في هذا الموضوع. ووقتها تكتمل اللذة بين الرجل والمرأة. بينما خليني المرأة أتكلم. لحظة، بينما المرأة هي ما مشتهية الزوج وما بدها وفقط خايفة عشان الملائكة تلعنها، شنو هذا الرجال يروح ينام مع طوبة مع ليش؟ كرتون مع دمية؟ لا، لأن المرأة إذا ما كانت مشتهية هذه كيف أيوه. الواحد أصلا المفروض يقترب لها؟ أنت تحب تشوه صورة الإسلام، تتناقش ب أحاديثه وانت تسوي اشياء اوفر وتعمل، يجوز. شوي فر، انا لحظة بقول شوي فروة عمل. لا لا مش فروة عمل، اقول لك انت تسوي فتنة، تسوي تدخل الاسلام، سوى كذا الاسلام، عمل سوى الاسلام كذا، سوى أنا ما الاسلام أقول كذا. الإسلام، أنا أقول هذه النصوص. انت الحين انت مسلم؟ طبعا مسلم، لكن شلون تعتقدين أنه هندوسي؟ ما تؤمن أكو بالرسل؟ هندوسي اسمه محمد؟ انت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ شو دينا هذه ملائكة؟ هذه شنو هاي ملائكة؟ ملائكة، ترى الحين الملائكة تدور حولك. ولا وين؟ يا رب يا رب انا الستر. خوفتيني يا مرأة. ايه شوف يعني الله قادر ينزع روحك بدقيقة واحدة بس ولا الله قادر يعمل اي يمهلك. شيء. ويمهل الكافرين يمهلهم رويدة. ولا يهمني ولا حاجة. شوي شوي. تريدين نعمل تحدي؟ ليش تحدي؟ الله قادر على كل شيء. الآن الآن أنا أعطيك 10 دقائق. يشوف إذا ربنا راح يقدر ياخذ روحي ولا لا. مش لا انت انت كمان تحدى 5 دقائق الله، من عندي 15 دقيقة الله يشوفك يشوف ولا كل راح شيء. يعمل اي شيء. لا 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 تتحدى، الله قادر على 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 بعوضه، قادر على كل شيء ترى. والله ما قادر على بعوضه، لو قادر على طب انا بعوضه بقول لك حاجه، خليني اتكلم الحين. تفضلي. الرسول عليه الصلاه والسلام كانت قصه فخر لكل المسلمين، كان يهودي غير يدري صحيح. الرسول عليه الصلاه والسلام يدري الرسول عليه، لا خليني اتكلم. تكلمي عادي، اتكلم. وين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهودي يديه لما يروح للمسجد يديه يحط أنواع الزبالة عند الباب. والله كله كذب هذا الله. الكلام، ما بحياته ما لا عمل. طيب أنت أنا أقول طيب لك خليني أكمل اللي مذكور في الكتب الإسلامية. طيب لحظة، خليني أكمل. أنت تقولين كلام مش صحيح، هذا حتى ذكروه لعثمان الخميس، طيب ذكروا لكم الحين إياه. تسمعين عن عثمان الخميس؟ طيب خليني أكمل، خليني أكمل بعدين. وأنت أنت أنت الآن تروين قصص، أنا أقول لك الرسول شو كان يعمل. لا يا مش قصص، عزيزي قصة حقيقية الرسول حسب ما واقعية. في كتب السنة، حسب ما في كتب السنة الرسول راح لعند بني قريظة، راح جاب الأولاد طيب الأطفال تبعهم، طيب كان يشيل الثوب من عليهم يشوف إذا طالع لعانة يقوم يقطع راسه. طيب طيب خلينا نكمل الحين، أنت ما أعطيتني أكمل، خليني أكمل خليني أكمل بعدين تكلم أنت، قول لي أنا أكذب ولا لا.
بس معلش ممكن تذكرين المصدر كان كمان؟ يدي الرسول. لحظة، قصص كثيرة عن الرسول كلها فخر كذب. لي أقولها. طب أنت اللي بتقوله كذب، كل المحرف عندك كذب. لا مش الرسول محرم، ما هذه يسوي القصة أصلا ما لها الإعانة، أصل. يسوي اللي أشياء، موجود عند بن هشام تزوجت وبن كثير والطبري وكتب الرسول الأسير تزوج عائشة والمغازي عمرها كلها تسع بتقول بخلاف اللي سنوات تقوليه. كيف تزوجها؟ كيف؟ تزوج عائشة عمرها تسع ست سنوات مدري إيش، و هذا أنت الكلام بتقول إن تذكرين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة صغيرة بالعمر؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزوج أنت عائشة الحين تقول وعمرها ست كلام سنوات ولا لا؟ كله، الحين أنا أقول لك القصة هذه كذبني. طب خلينا القصة هذه أنت تقول، فكيد الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول إيش؟ صلى الله عليه وسلم وينك؟ الرسول صلى الله ألو عليه وسلم هل تزوج عائشة عمرها ست سنوات وبنى بها ليش الحين عمرها تسع سنوات ولا لا؟ ليش تقول ليش الحين ليش تقول الرسول عليه الصلاة والسلام وانت ما ما تقول في بدك الرسول؟ ألعنه؟ ليش بدك ليش أسبه؟ تحبين ما تقول أسبه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ما تؤمن فيه؟ تريدين أسبه؟ لا ليش ليش تحبين أتنقص يعني منه؟ انت تؤمن في الرسول عليه الصلاة والسلام أجاوبني، الله؟ تحبين أتنقص منه؟ لا انت الحين يا خلاص اذا انت انت المفروض الحين تقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لما واحد ها انت بتسميه كافر انت ويقول تحب لك الرسول صلى انت الله تؤمن في عليه رسول، وسلم، انت تؤمن في رسول لحظه لما واحد انت بتقولين عنه كافر وهو بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، تقولين المفروض تقولين شكرا لانك احترمت نبيه، والا هو هذا الشخص مثلا انا قادر اني اسب نبيك، تحبين اني اعمل هذا الشيء؟ لا، فأنت المفروض ما تقولي لي ليش تعمل هذا، المفروض تقولي لي شكرا لأنك بتحترم النبي. انت الحين كل الملحدين الحين كل الملحدين يسبون الرسول، انت ملحد أنا مو انت ملحد، الحين أنا بحياتي ما تقول بسب الرسول حد. عليه الصلاة والسلام تؤمن الا ملحد. لا أنا لا مو انت ملحد والله، ملحد، أنا كل شيء مسلم. كلامك عن الالحاد، يا كل أنا الالحاد فيه مسلم، صفات. أنت ما لا بدك ما انت تفهمين مسلم هذا الكلام استغفر. لأنك ما قارية. لو كنت تقرأين طيب تعرفين أنه أنا مسلم. طيب خلينا نقول لازم يكون المسلم قارئ يعني؟ إذا الحين كان لما شلون فقدت يصير؟ يصير أبوي مسلم وأمي مقلد. علموني الدين، علموني الصلاة، علموني كل شيء ولا في الحياة هتعلمك الحمد تولد لله. الآن شو علموك الدين؟ شو هي طيب أركان خلنا الدين؟ نكمل خلنا نكمل القصة شو الحين. أركان الدين؟ أركان الدين خمسة. مو أركان الإسلام، أركان الدين. خلنا نكمل الحين قصة الرسول وبعدين أنت تدخل يمين يسار. لحظة، فكان اليهودي 4 مرات أكثر من مرة كان يحط الزبالة كله كذب هذه الرسول القصص. عشان يكره الرسول. طيب غلط ففترة فقعد اليهودي غاب عن يا المدينة، عمي، ما كان قصة يجي على كذبة المكان أرجوك، هذا، يعني احترمي فسأل عنه عقولك، أكثر الرسول من عليه 1000 شخص الصلاة عندك والسلام بيسمعوا لي. فقالوا مريض، فراح الرسول عليه الصلاة والسلام زال اليهودي تقول أنت كذب، فأسلم اليهودي يا نهار أسود على الكذبة. أسلم اليهودي. طب إيش أقسم صار؟ بالله هذه من أكبر الأكاذيب، منين إيش؟ شفتي هاي القصة؟ طيب انت الحين تكذب، كل كلامك كذب، لا مو كذب، انا ممكن وايش اقرا كلامك لك كله كذب بالنص. عن تحبين الرسول اقرا لك بالنص عن الصحابة وعن ايش؟ كله الان؟ هاي عائشه مثلا تزوجت عمرها انا لو ست، بيت تحبين اقرا لك من صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ تريح. ايوه تحبين اقرا لك اياه؟ لا لا شوف، تري عندنا الملحد واللي يترك الدين يعتبر كافر، هذا يقتل. طيب اوه، جينا في منطقه ما خطر. يكبر اصلا، يعني انا الان ما لو عندك يكبر تقتليني؟ ايش أنا الآن لو شرعا، عندك بدك تقتليني؟ هذا شرعا شرعا إيه بس أنتِ الآن، حتى أنتِ وين عايشة؟ بالسعودية ولا وين؟ ايه بالسعودية. هل أنا الآن لو عندك يعني راح ايوه تقتليني؟ ليش اقول لك؟ انا اقول لك الاسلام فرض، أنتِ الآن لو الكافر لا حسب ما راح إسلامك اقول لو لك. ليش؟ تريدين لا لا تحكمين ما راح اقول الإسلام، لك، ما راح اقول لك لحظة الكافر اصلا. ابن انت يا اذا لا مت ما راح تنتبهوها، تدفع. أمن اصبري شوية. اشتبه أنت الآن ما تريدين راح إنه اقول. أي واحد ما يقتنع بدينك تقتليه؟ ايش ايش شو إيش كل شوية؟ الآن أنا بسألك، الآن لو واحد ايوه دخل في دينك، الآن مثلا واحد إجا ايوه ودخل في دينك ثم قال لك خلاص ايوه أنا ما بدي هذا الدين، مش ما مقتنع بيه، بدك سلامته تقتليه؟ خليه يروح، سلامته يطلع لكن ليش يروح دينه تقولين ثاني. يقتل؟ اقول لك اذا موجود، اذا عندنا ايه ملحد مثل ولكن هذا هذا الان سامر. جالس عندك وكذا وقال خلاص انا ما بدي هذا الدين، عرفت كيف؟ وجالس عندك اصلا بالمجلس. سامر هذا مو سعودي اصلا،
ما ما استحيل لي يكون دخل، انا يكون على بتكلم عن كلامه. السامر، وين رحتي انت فالملحد، الان؟ افهمي كلامي يا بنت ابوها. لو واحد انا الان، ما راح اقول لك، ما راح اقول لك، واحد ما هندي، راح اقول لك. واحد هندي يجي لعندكم في السعوديه ودخل الاسلام، عرفتي كيف؟ وقال انا اريد اني اصير مسلم، فصار مسلم سنه ايوه، سنتين، وبعدين ما عجبه، قال انا ما يريد اسلام، انا اسلام ما صوت ينفع المرأة، معي. صوت المرأة مو عورة عند الحق. امن ايوه بنت ابوها، اخر مره لو تلتفتين الى التكست راح انزلك. تريدين تروحين تناقشين الناس اللي تكتب لك، تروحين لا لا لا، تناقشين امك، ما كلامهم كله تتناقشين غلط انت عندي غلط. علي. لا 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 لا، اخر كلامهم مره، اصلا، اخر مره كلامهم غلط، اسالك كلامهم سؤال. غلط. لو واحد هندي، عرفتي كيف، اجى وقال حسبي لك الله ان ونعم الوكيل فيك. لا لا لا، كلامهم كله غلط في غلط، وانت الغلط، انت طيب كبرك شكرا غلط. لك. ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كيف حسبه وحسبك الله؟ الله ما راح يعمل اي شيء باي حدا. شنو هذا؟ الله ادعي يعني عليك مجرم ليل، يروح جالس ادعي يقتل في الناس؟ ادعي 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 عليك ليل ونهار، وحسبي الله ونعم وليش الوكيل. تدعين علي؟ ادعي على سويتي؟ اليهود. يعني لا، ادعي انا على كنت، انه يحرر لكم مسجد الاقصى، مو انا اللي محتلها. انت تركت اصلا ديرتك العراق وجيت هنا خفت. بغض النظر، بس انت ليه تدعين لا علي؟ روح ادعي على اللي احتل لا لا، مصر نبيه. لان ايمانكم ضعيف، لان انت يا ايمانكم بنت ضعيف، ابوها، بدل ما تدعين علي، لوينك؟ ايمانك لحظه ضعيف، اصبري شويه، ايمانك ضعيف، اصبري ايمانك. شويه، اسكتي شويه، لا، تعلمي انك تسمعي. ما اصبري اسمح شويه، لك تسب الرسول عليه الصلاة والسلام. اصبري الله، اصبري شويه، تاج على راسك. اصبري شويه. لا لا، مش ولا تاج على كلمة، راس حدا يعني، والمسكين في قبره ما ولا حدا بيعلم كلمة، اصلا اذا موجود في قبره ولا ولا. كلمة تاج ولكن على لحظه راسك، لحظه، بنت ابوها، بنت ابوها، على اللي اصبري عندك شويه. القسط، اما واللي عندك لحظه شويه، القسط كلهم. لحظه لحظه شويه، الان اقول لك لا، شغله. ما راح اعطيك، لا اصبري شويه. ما راح. الان انت بدل ما تدعين علي، ادعي ربنا انه يحرر لكم المسجد الاقصى، نشوف اذا راح يستجيب لك ولا لا. أدعي إن الله يهديك بس. حتى لو تدعين الله يهديني، والله هاديني، يمكن تدعين انت تحتاجين الى الهدايه. والواحد ما بيعرف يا بنت ابوها، انت بعد شويه ممكن تجين تقولين والله كلام لا، محمد صالح كان جدا الحمد لله، جميل صراحه. الحمد لله، الحمد لله، أفتخر، الحمد لله، أفتخر في ديني، الحمد لله أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي وأشرف الأنبياء والمرسلين، ما نبينا محمد بتشهدين، عليه انت ما افضل بتعرفين، الصلاه انت مجرد والسلام. مقلده تاج على حديثيه. كل شخص، لا تاج على يا راسك بنت وعلى كل ابوها، اللي في القسم. انت الان ناس ضحكوا عليك اللهم وقالوا لك صل انه هذا وسلم. الكلام هكذا. والدليل، لما تكلم معك واحد عن الرقيه، كنت تشغل اغاني، لان في طبعا اقول شياطين لك انا موجوده اتركه براسك. جعايش في اي هبله. بالله اي، عشان عليك، الجن ما يطلعوا. الأغنية أحلى ولا الأغنية أحلى ولا الهبل اللي كان يقوله، اللي كله كذب وسب ومسبة وتنمر؟ ما في سب الدين، ما في، انت لا في فاهم سب، الدين كان كل غلط، شوية يقول انت أنت فاهم. معاق وأنت كذا وأنت يا حيوان، أنت حيوان، هذول أنت مالين. هذول من الحر اللي فيهم، هذول أي هذول طبعا، من يعني اثناء أنتم الرسول عليه بتدزون السب. الصلاة أنا والسلام. يعني أنا الآن لو أجي هذولهم أسبك رجال، مثلا من الحر اللي فيه، يجوز لي ذلك؟ هل هذا هو أخلاق؟ هذولهم رجال، هذول من يعتمدون عليهم الشوارب، هذول رجال يحمون الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف كل رجل يحامون شريف الرسول؟ بالأرض هو كان جالس صاغر يحمل المسكين الرسول السبع من ايه؟ لهيفاء ايوه، وهبي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمي وأبي، الرسول عليه أفضل الصلاة الآن والسلام. لحظة، سأدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام لآخر نفس، بنت أبوها آخر نفس في عمري. ما تسمعين، عندك لكن صعوبة أنا أنا بالسمع. أنا 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 أشوفك لحظة تتكلم عن لحظة الرسول لحظة لحظة وتحمل القرآن. لحظة 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 أنا لو من أنا لو لحظة ماني شايفه لحظة بنت أبوي، لحظة ما لحظة أدافع عن الرسول عليه الصلاة لحظة والسلام. لحظة لحظة، اسكتي شوية. الآن أنت عمليا لما تجين تنظرين إلى دينك، معتقدك، تصورك، هذا شيء جميل إنك تروحين تمارسين دينك وكذا، ولكن لا تتدخلي بحياة الناس، لا تجي تقولين اللي يترك الدين راح نقتله، هذا لازم طيب، يقتل انت لا شرعا، تتدخل هذا بالدين، كلام غبي. انت لا تتدخل، انت لا تتكلم بالدين، تتكلم أنا أتكلم بالدين، عن أنا مسلم، اليهود، أكيد راح أتكلم تتكلم فيه. عن المسيح، لانك لا تخاف. انت أتكلم وين عن دولتك؟ الإسلام، اسبانيا، لانك تخاف، أتكلم عن لان في القرآن يهود، والأحاديث. لان في يهود عندك تخاف لا مو تتكلم. يهود، اليهود لا عندكم لا، في انتو، يهود، في مسيح، اليهود في عندكم انتو، اليهود موجودين في انصار، في القدس، كل شيء. اليهود لو اسكتي شوية، اليهود ليش موجودين في ليش تخاف القدس، تهرب؟ لحظة ليش ما اسكتي قعدت في شوية، العراق؟ ليش 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 اليهود ليش موجودين عندكم في القدس، بدل ما كنتوا تجيبون الامريكان تدافعون عن الكويت، كنتوا تجيبون الصينيين يدافعون عن القدس. ايوه،
لا تتكلم هذول، لا تتكلم، انا اتكلم ليش عن ليش الرسول عليه انتوا الان، انتوا الان هذا مسرى نبيكم، انا ادافع عن الرسول عليه اليهود. افضل ليش الصلاه مش قادرين والسلام. تحرروها؟ لو اخر يوم في عمري، انا ما اقتل احد ولا شيء، انا اتكلم بلساني، ادافع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب يا بنت ابوها، بلساني. اعتقد انه اخذتي مساحه جيده. عرض الرسول عليه بنت افضل الصلاه بنت والسلام. ابوها خلاص يكفي. ايوه نعطي الفرصه لغيرك. ايه كمان لانك خايف. ايه لا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي القسط. اشوف اللي بالقسط هذول عندك من شهرين موجودين، هم وانت متابعه من شهرين؟ هذول شوف انت متابعه من شهرين؟ يا بنت ابوها هذول جروبات متجمعين. لحظه، انت متابعه من شهرين؟ ايه انت من شهرين تسمعين هذا الكلام؟ جيد، هذا رائع جدا صراحه. لا لان سخيف، لانك انسان سخيف. شفتي انت اللي بديت اذا خاطبك الجهاله، هذا هو اذا خاطبك الجهاله. شكرا لك، هذا خاطبك. اهلا وسهلا. يا نهار اسود على